اليوم جالي قارب الطرد، ما تقبلتوش يا اخي، ما تقبلتوش الموت ولا ولا الانتحار ولا هذا المعيشه تاع الذل. ننتحر ولا هكا مع ولادي؟ نروح مع ولادي، يحبوا يتهناو منا، نروح انا وولادي، نخليها لهم فارغه، نخليها لهم فارغه، ما نخليهمش حمل. هذه هي، عاش خدم مدير، اطلع مفتش، الناس كاع كانت تشهد به بنزاهته. ها اليوم هذا هو المصير، هذا هو المصير. وعلاش؟ هذه ماشي حقره، ها ماشي حقره. انا ما نخرجش، يا يخرجوني في النعاش منا، يا يخرجوني يعطوني يديروا لي حل. جيت اليوم لقيت يما راح تنتحر بسبت هذا قرار الطرد اللي بعثوه لنا. يا اخي ما عندناش وين نروحوا، يصيبوا لنا حل. خدم 38 سنه في التعليم، هذا هو الجزاء تاعو. انا وخوتي الى راحت لنا الام حنا وين نروحوا؟ الى راحت لنا الام حنا وين نروحوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واش نقولوا يا سيد الوزير؟ نترجاك، نتوسل اليك، نتوسل اليك، شوف لي حل.